تمكنت فصائل من المعارضة السورية من السيطرة على جزء من حي المنشية في درعا البلد. جاء ذلك بعد الشباكات مع قوات النظام لفترة طويلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين. كما تمكنت المعارضة من صد محاولة قوات النظام السوري التقدم في حي القابون بالعاصمة دمشق. في غضون ذلك قصفت قوات النظام أحياء دمشق الشرقية بشكل مكثف بالبراميل المتفجرة. وذلك في محاولة لعرقلة تقدم قوات المعارضة. انضم إلينا من ريف دمشق الناشط الإعلامي مازن الشامي. إذن مازن، نسأل عن طبيعة الاشتباكات الدائرة الآن بين قوات النظام والمعارضة في أحياء دمشق وربما بشكل خاص في حي القابون. نعم، مساء الخير. بالفعل اليوم منذ الساعة الخامسة فجرا وحتى اللحظة المعارك والاشتباكات لا زالت متواصلة، وتعتبر هي الأعنف في محاولة من تنظيم الأسد التقدم في حي القابون شرق دمشق مع غطاء من القصف البري والجوي، حيث شن الطيران الحربي أكثر من 20 غارة جوية على حي القابون لوحده، بالإضافة لقصف عنيف بعشرات صواريخ الأرض أرض ومئات القذائف الصاروخية وخراطيم التي إن تي. الحمد لله كان الثوار بانتظار هجوم تنظيم الأسد ونصبوا لهم كمين محكم وقتلوا وجرحوا العشرات منهم، فيما سمعنا سيارات إسعاف النظام وهي تهرع باتجاه مشافي العاصمة دمشق لنقل قتلاهم وجرحاهم. طبعا حتى الآن عرف من بين القتلى الملازم أول عامر محمد عيسى وهو تابع لتنظيم الأسد. طبعا اليوم مركز القصف كان من جبل الإنشاءات العسكرية وأيضا من جبل الإشارة المتواجد خلف مشفى تشرين العسكري وأيضا من جبل قاسيون. لكن الشيء الجديد الذي لاحظناه اليوم ان طائرات تنظيم الاسد الحربيه كانت تقلع من مطار دمشق الدولي وهو الذي يعتبر للسفريات المدنيه، يعني ربما هناك خوف من قصف امريكي جديد للمطارات العسكريه مما ادى الى نقل طائراته الى المطارات المدنيه. اشكرك على جمله هذه التفاصيل الناشط الاعلامي مازن الشامي متحدثا الينا من ريف دمشق.